والاكتشاف ده شارك فيه مجموعة من الخبراء المصريين بالتعاون أيضا مع خبراء مصريين في الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة من الخبراء الأستراليين، وكان فيها برضو المعهد القومي للجيوفيزياء المصري. وخلينا نقول أنه الموضوع بيتكلم حوالين اكتشاف العلماء للفرع المدفون منذ فترة طويلة من نهر النيل، واللي من الممكن أنه يكون السبب في حل لغز كيفية نقل المصريين القدماء للكتل الحجرية الضخمة لبناء الآثار والأهرامات. فرع النيل تم اكتشافه ده طوله تقريبا حوالي 64 كيلومتر وبيمر بمجمع أهرامات الجيزة، ومش بس مجمع أهرامات الجيزة، لكن قيل أنه بني على هذا الفرع ما يقرب من 31 هرم في سلسلة على طول شريط صحراوي في وادي النيل، ودي في الفترة بتقدر من 4700 و 3700 سنة فاتوا. الباحثة الرئيسية في الدراسة هي الدكتورة إيمان غنيم من جامعة نورث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية، قالت إنه ما كانش حد يتوقع موقع أو شكل أو حجم هذا الممر المائي الضخم وقربه من موقع الأهرامات الفعلي. وعشان برضو الناس تفهم أكتر وأكتر، الباحثين استخدموا صور الأقمار الصناعية الرادارية لرسم خريطة لفرع نهر النيل، وعملوا كمان مسح ميداني وحللوا عينات الرواسب في الموقع، يعني شغل كبير كمان اشترك فيه علماء الجيوفيزياء والجيولوجيا وعلماء الآثار المصريين. وكل ده بتكامل أو تتكامل فيه الجهود عشان تكشف عن الفرع ده اللي تقريبا من منطقة الليشت لغاية أهرامات الجيزة، يعني ناحية كده الليشت في الجيزة هنا بسقارة وكده لغاية أهرامات الجيزة. أهمية الاكتشاف ده برضو إيه، وهيفتح إيه بقى لعلم الآثار، لأنه كمان بعض الناس قالوا أنه ممكن يكون ده كان الفرع الرئيسي لنهر النيل، ومع تغير المناخ والتغير اللي حدث على مدار آلاف السنين طبعا حصل زي تغير في مجرى نهر النيل، فبرضو ده بيعطينا يعني جزء من التاريخ الطبيعي والجيولوجي فضلا عن الأثري لهذه المنطقة ولنهر النيل. احنا معنا الدكتور احمد بدران استاذ الاثار والحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة، اهلا بك يا فندم منورنا. اهلا استاذ حسام، واهلا بكل مشاهدي قناة المحور وبرنامج الخلاصة اللي بيدينا دايما الخلاصة. اهلا بيك اهلا بيك. يعني قراءتك ايه للكشف ده، والناس بتتحدث فيه بقالها يمكن اكتر من اسبوع كمان، وتم الاهتمام بيه عالميا بشكل كبير جدا، بتشوف هذا الكشف ازاي وتأثيره ربما مستقبلا على الحفريات وعلى اركيولوجيا المنطقة دي؟ هو الكشف بلا شك كشف مهم جدا من الناحية العلمية طبعا، وخاصة ان الفريق اللي حضرتك ذكرته فريق متكامل مصريين جامعات في امريكا وفي استراليا وفي والمعهد القومي للجيوفيزياء، ودكتور جاد القاضي كان رئيس كمان ده حقيقي، ومعهد الفلك وغيرها من المؤسسات العلمية اللي هي يعني متخصصة علميا وليها باع كبير في مثل هذه الامور. الكشف بيتكلم عن بالتحديد يعني عن فرع لنهر النيل قديما بنسميه دلوقتي الفرع المطمور او الجاف الى الغرب من الفرع او المسار الحالي لنهر النيل بطول 64 كيلومتر، الاتساع بتاعه من 200 ل 700 متر، يعني تقريبا نفس اتساع الفرع او المسار بتاع النهر الحالي من 200 ل 700 متر، وطبعا بيمتد في المسافه 64 كيلومتر دوت بيشمل جباره منف، يعني بيبدا من ابو رواش شمالا حتى الليشت جنوبا المنطقه اللي المصريين وكده طبعا عارضين، معلش انا اسف بقطع، عارضين الطريقه الخريطه اللي برضو الناس تقدر منها تعرف بس موقع البتاع، في فرع ازرق وفي فرع الاخضر، الفرع الاخضر ده هو الفرع المطمور بالظبط كده، هو ده الفرع الغربي اللي هو يقع الى الغرب بمسافه تقريبا من 2.5 كيلو متر الى 10.5 كيلو متر حاليا دلوقتي، يعني في بعض الاماكن بيكون بعده عن الفرع الحالي 2.5، وفي بعض الاماكن الاخرى يبعد شويه يبقى 10.5 كيلو متر من الفرع الحالي. طبعا واضح في الخريطه حضرتك عارضها دوت للساده المشاهدين امتداد فعلا المجموعات الهرميه
ابو صير، سقاره، دهشور، وبعدين تبدا ميدوم لحد ما نصل الى اهرامات الليش ديم، بترجع لعصر الدوله الوسطى، يعني دوله قديمه ودوله وسطى. الفرع طبعا الغربي ده القديم المطمور دوت كان فرع مهم جدا، بس انا حابب اوضح للساده المشاهدين حاجه، ان نهر النيل ومنذ الاف السنين كان 7 افرع بعد التغيرات الجيولوجيه والتقادم الزمني عبر برضو الاف السنين انحصرت المياه واصبح لدينا فرعين اللي هم رشيد ودمياط. يمكن كمان فرع رشيد دوت الحديث قائم على الفرع القديم اللي كان بيسمى في المصادر القديمه فرع كانوب. وكان عندنا الفرع التانيسي والمنديسي، منديس دوار يعني ناحيه كده السنبلاوين والمنصوره والدهليه. والتانيسي وكمان وانت حضرتك يمكن يزعجنا في الشرح الصوره اللي بعتها لنا، الصوره اللي بعتها اللي هي معروضه حاليا منظر عام لجمال السقاره رسمي ده حقيقي. الصوره اللي قدام حضراتكم دي من الساده المشاهدين انا بعتها ليه؟ عاوز اوضح ان فعلا المصري القديم اعتمد على الفرع الغربي دوت. هذه المجموعات الهرميه كلها هي، والجزء المستطيل دوت هو عباره عن القناه المائيه او المرسى اللي هي قدام معبد الوادي. وده واحد معبد الوادي دوت جزء من او عنصر من عناصر مجموعه هرميه، معبد وادي، طريق صاعد، معبد شعيري، ثم الهرم نفسه. دوت البدايه هنا، ودايما معابد الوادي كلها حتى التسميه العلميه معبد وادي يعني معبد على حافه على الوادي، على حافه الارض الزراعيه. الوادي، واللي هو برضو بيكون مطل على القناه المائيه المتفرعه من الفرع المطمور القديم دوت اللي كان بيستخدم طبعا بالذات يعني تقريبا تقريبا كل مجموعه اهرامات كان قدامها زي مينا واضحه جدا. بالظبط جدا. عندنا واحنا كمان الحفائر الحديثه اللي تمت في منطقه الجيزه بالتحديد على يد الدكتور زي حواس ومارك لينر الامريكي، طلعنا المينا بتاعه خوفو. شفت الصوره بتاعتها، طلعنا المينا بتاعه خفرة والمينا بتاعه منكورة، وكمان طلعنا جنبيهم شويه الى الناحيه الناحيه الجنوبيه حوض بنسميه حوض خنتكاوس، ودي اخر ملكات الاسره الرابعه مع بيت الأسرة الخامسة. ده ناحية الجيزة برضو ولا ناحية سقارة؟ ده في الجيزة. في الجيزة برضو. تمام. في كمان حوض زيه بنسميه حوض النهر موجود في أبو صير، ودوت اللي كان بيتصل إليه المياه أثناء الفيضان من الفرع الغربي عشان يتم نقل الأحجار، لأن الأحجار بتاعة الأهرامات كانت بتجلب من أكثر من محجر. يعني عندنا المحاجر الرئيسية لحجر الجرانيت موجودة في أسوان، حجر البازلت بالذات البازلت الاسود اللي هو معمول منه ارضيه معبد الشاعري بتاع الملك خوفو موجوده حتى الان في الهضبه دي، موجوده من جبه من محاجر البازلت في الفيوم. الناحيه الثانيه بقى عندنا محجر مهم جدا اللي هو موجود شرق النيل اللي هو ترى، ودوت كان المصادر المصريه القديمه النصوص بتقول ان احنا بنجيب من هنا الحجر الجيري الابيض او ناصع البياض، ده اللي كان بيتعمل به الكساء الخارجي للمجموعه بتاعه الملك خوفو بالتحديد. عندنا يا استاذ حسام بقى كشف مهم جدا في 2013. برديه عثرت عليه عثر عليها البعثه الفرنسيه المصريه المشتركه في المشتركه على وادي الجرف لواحد من المصريين كان قبطان اسمه ميرر. البرديه تذكر ان هو كان بيراس مجموعه من الحجارين يعني بيشتغلوا في استخلاص الاحجار لجلب الاحجار لهرم الملك خوفو بالتحديد، وان هو كان بينقل الاحجار من ترى شرق النيل الى الناحيه الغربيه للهضبه عبر فرع النيل ومسارات وقنوات فرعيه من الفرع دوت بالنص كده بالنص. فانتوا كده الصوره عندكم اكتملت. بالظبط يا فندم كده الصوره اكتملت. فالدلائل الاركيولوجيه مع الدلائل المسحيه سواء الجيولوجيه او الفلكيه، فطبعا ممكن نبقى نعمل فقره بقى وحضرتك تشرفنا ونحكي قصه ال 31 هرم بقى اللي على الفرع ده. انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور احمد بدران استاذ الاثار في جامعه القاهره، شكرا جزيلا.